وصفتنا كثير سهله، هي عباره عن سباجيتي مع تشيكن بيكاتا. تشيكن بيكاتا هو اسمها بيكاتا الاكله يعني. هو مينلي تشيكن صدور، صدور الدجاج مع طحين. بدنا نخلط مع الطحين فلفل اسود وشويه بابريكا وملح. تمام. بعدين بدنا نقليهم. هلا خلينا اول شيء نكسب الوقت ونسلق الباستا. هلا حصة الفرد للباستا هي 60 جرام اللي هن هدول. 60 جرام. وفي احيانا يعني في بورشنز عندنا بالاوتيل، في دائما في شيء اسمه بورشنز بتحطهم فيه. احنا يمكن عندنا عمل اكثر من 60 جرام. اي لا خذ راحتك. طيب خذ راحتك. هلا انا رح اساويه بس لحط الباستا مع شوية ملح. اوف تفاعل الملح هذا. دان. هلا هي الباستا بنخليها تقريبا. هلا الباستا في كثير بتسمع الدانتي، نحن هون كعرب بنحبها بيرفكت يعني. نعم بنسويها شوي زياده. تمام اللي هي 13 دقيقة تقريبا. او حسب نوع الباستا، لانه نوع الباستا بيدخل فيه انواع طحين، بيدخل فيه البيض الكامل، بيدخل فيه الايج يوك، فهذا كله بيلعب دور. فاللي بيحبها بيرفكت كوكت بشوف على العلبه نفسها. نعم. قديش، بس هي مينلي 13 وبالطريقة الإيطالية كم دقيقة؟ الإيطالية الدانتي نحن بنطبخها تقريبا 9 دقائق 10 دقائق، بعدين بنكملها مع الصوص بتكمل ال 11 دقيقة مو أكثر. فهون بتاخذها الدانتي. هلا بدي بلش بطحين. هون الدجاج ما حملحه وبهره لأنه لحط كل السبايسز مع الطحين. بنحط الملح، شوية فلفل أسود، والبابريكا بتعطيها فيري نايس تيست، بتعطيها هيك هنس او هيك لذعة شيء. حركهم هون مزبوط. هلا هي مينلي الوجبه معتمده على القبار اللي هو طعمته فيها شويه بيكلز. ف اليوم بدنا نحطه مع هو هذا السر اللي قلت عنه. تمام. هو مو اسرار، هي مور انتو تيبس يعني كيف. مثلا ما بنحط القبار شو لازم نساوي؟ لازم نفعصه لحتى تاخذ منه الجوس الكامل. تمام. هلا هون هو هذا مخلل ايش تحديدا؟ هو عشبه بتنمي عشبه. هو قريب كانها هيل، كانها هي مخلل يعني. اي هي بتشبه الهيل بس هي قريبه كثير ل بتعيش يعني على شاطئ. لها مسمى عربي هي؟ القبار اسمه. القبار. القبار. خلينا نشوف القبار هذا شو. وله فوائد عديدة على فكرة يعني. القبار. وهي مو أول مرة بستخدمه عندكم. لا لا دائما احنا نشوفها ونعرفها بس بنشوف. في منه نوعين، في منه التشيري اللي بيكون هو كثير كثير كبير. هذا مين اللي بيزبط بالأكل لما بنعمل برزنتيشن. هلا قبل بقى دائما لما بنعمل دست للدجاج بنحطه بطحين، لازم هيك قد ما فينا نفضه نفضه مشان ما يصير الطحين هون لونه اسود يحترق. هلا هون بنحط الدجاج مثل ما شايفين. والسباجيتي عم تستوي معنا. هلا بعد ما يستوي الدجاج بدنا نقيم الدجاج على جنب. وبنفس الطنجره نساوي الصلصه. الصلصه هي عباره عن الزيت نفسه هون مع بصل وثوم، قبار، كثير من الزبده كثير، بعدين بنحط لهم عصير ليمون. يفضل انه نحط لها شويه تشيكن ستوك اللي هو مرقه الدجاج. نعم. اليوم انا لحط معي لانه اوريدي نحن عم نستعمل دجاج. تمام تمام تمام. والله شيف انا حقيقه دائما لما تكون منورنا تخلي الواحد وده يطبخ، كل شيء سهل، كل شيء مرتب. الحمد لله بصحوني يعني. انا بشتغل فاين دايننج بس انه بحب دائما اعلم العالم انه هذا الصحن هو مو صعب. يعني هو شيء سهل بس انه بيكون واحد يعني اللي بيشتغل فيهم بيكون له مرأة. بالضبط. فهمت علي كيف؟ واهم شيء انك توزع النكهات، مو شرط بس المنظر يكون حلو، لا لازم المنظر كومبينيشن الاكل اخذ بعضه. امبارح كنا بالورتريت سنتر عاملين. نعم. الهوتيل شو. فكان عندنا كومبيتيشن كمان هنيك. ما شاء الله واز فيري جود الحمد لله. وكيف كان المستويات؟
والله كنا عم يعني مع كومبيتيشن مع فنادق كثير كبيره بدبي والحمد لله يعني النتائج بعد بكره بس بعد بكره ها ايه فان شاء الله يكون تمام ان شاء الله شيف محمد انت هل الدجاج ممكن نضيف عليه شيء غير الطحين مثلا هلا شوف في منهم كثير عالم لا ما نضيف عليه صف اكله ثانيه جابانيز فينا نحط له شيء ثاني بس هلا مثلا مع الطحين فينا نحط كورن فلاور بيعطيه مور كريسبي مور كلر يعني بتحط مثلا 2 طحين 1 كورن فلاور بتخلطهم مزبوط مع بعض بيعطيك لون احلى وكريسبي اكثر تمام اللي هو نشا الذره نشد او طحين الذره طحين الذره فانا بس عم بستنى لياخذوا شويه لون مشان نبلش ب نسوي الصوص نسوي الصوص هلا السباجيتي عم تستوي على مهلها عندنا هون الاندكشن مو كثير قوي ف اوكي نعم شيف انت اكيد تذكر ايام المراهقه بالنسبه لك هل كنت انت صعب معذب اهلك ولا زين لا والله كنت كثير ادمي ادمي ايه نحن عندي اخواتي كانوا شوي هيك اللي هو الصغار دائما بيكونوا مراهق يعني حتى عندي بالبقايه بيكونوا شوي معذبين اهلهم بس انا لا كنت ادرس بذكر اني لما كنت صف 11 بلشت شغل يعني ما شاء الله وبالمطبخ ما شاء الله فكنت ادرس مدرسه فندقيه وبس خلص من المدرسه يكون فتره الصيف بدل ما مثلا اطلع ونسوي نعم واو نعم. كنت اروح اشتغل تريننج باي اوتيل 5 ستار مشان اكون فالحمد لله لما وصلت لله. لمرحله الاعداد الى مرحله الثانوي والمعهد كنت ادفانس الحمد لله ان تيرمز اوف بالمصلحه يعني. وابنائك المراهقين كيف في معذبينك ولا كويس هلا انا ما عندي لسه مراهقين عندي بنوتين صغار واحده 7 سنين ما شاء الله اسمها كادي وترتيل 4 سنين كادي هاديه بتحب الطبخ بس ترتيل كثير اوكي حركه شوي حركة الله يحفظها ان شاء الله ويخليك خلي اياك طيب الحين بكم نحتاج على ما هلا هون انا رح اقيمهم شوي من النار مشان نبلش بالصلصه نفرجيل اي والله تمام لانه الصوص يعني مهم انه السر فيها هدول انا رح ارجع اعطيهم لون بس انا مشان الوقت خلص اوكي رح ابلش بالصلصه هلا الصلصه كثير مثل ما حكيت سهله نفس الزيت رح اضيف شويه بصل يا سلام اليوم رح تاكل اكله طيبه كثير اكيد والله ما عندي شك رح اضيف شويه ثوم ورح اضيف القبار الكثير من القبار هلا البقدونس بضيفه اخر شيء هلا شو رح اسوي بالويسك مثل ما قلت لك رح احاول اني هرس شوي القبار مو كلياتهم لحتى اخذ الطعم اللذيذ معنا طعمه قوي شوي هو شوف بلشت الريحه عن جد تطلع هلا انا استخدمت المي انا قلت هي بده ينزلها شيء هيك شوي اسيدك فهي استخدمت المي تبع القبار بتعطيها هذا الطعم اللي شوي على خل شوي تمام هلا بقى مثل ما حكينا الحين هم هذا يعني يكبسونه مع مخلل ولا مي ملح لا مع مي وملح من هو مي وملح مثل ما بنسوي مثل العادي اوكي اوكي هلا بنزيد الزبده كثير الزبده شوي ها مكثف ايه لازم وهلا بقى بنرجع هلا الصلصه تقريبا صارت عندنا جاهزه بس انا شو رح اساوي رح نرجع الدجاجات مشان ياخذوا طعم وطعم طيب خلينا بس نشارك المشاهدين يقول لك انه هذا القبار أو الكبر أو الشفلح أو الأصف هي شجيرة تنتمي للفصلية القبارية نعم تعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط وتنمو على الجدران وفي المناطق المحجرة وعلى جوانب الطرق وعند الشواطئ الصخرية تماما هذا اللي حكينا عنه هلأ الصلصة بدها تعمل ريديوس رح نحط لها شوية عصير ليمون أيوة ومنستنى الاسباجيتي الحين بس الدجاج ما راح ياخذ لون اذا في سوائل صح بس انا راح هلا اخذه يعني اعمل الموضوع نعم ممتاز بتعطي لون كثير حلو تسلم ليادي شيف راح نرجع لك ان شاء الله ونستكمل باقي خطوات هذه الوصفه شكرا اوكي كثير.